إلى فرنسا، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية عمليات مداهمة واعتقال ضد عشرات الأفراد المرتبطين بمن تقول إنه التيار الإسلامي، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمان، ومشيرا إلى أن فتوى كانت قد صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة. وكان مجلس الدفاع الفرنسي اجتمع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون وقرر تعزيز الأمن في المنشآت واتخاذ إجراءات ضد الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه ومراقبة ما أسماها الدعاية الإسلامية المتطرفة على الإنترنت. وعبر الكثير من المسلمين في فرنسا عن خشيتهم من التعسف جراء هذه الإجراءات وتوسيعها لتشمل مسلمين مسالمين يحترمون القانون ويرفضون التمييز ضدهم. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور محمد الغمقي، الباحث في الشؤون الأوروبية من باريس. أهلا بك دكتور محمد معنا. بداية، هل هناك فعلا تحركات ضد مسلمين وأفراد أو مؤسسات إسلامية بعد مقتل أستاذ التاريخ؟ نعم، هناك بعض التحركات أو بعض اجتماع كما قلتم بالأمس على مستوى عالي في مستوى الدولة، قرروا أن طبعا هناك ضغط إعلامي قوي ورأي عام يعني حول القيام بإجراءات عملية وتبرز قوة الدولة وهيبتها. طبعا الدولة الآن والمؤسسات الدولة يعني خاصة وزارة الداخلية أعلن وهو يعلن عن قيام بإجراءات ضد يعني يقوله مؤسسات لا تعمل أو ليست موافقة لقيم الجمهورية الفرنسية، وقال هذه بداية وستشفعها محاولات أخرى وإجراءات أخرى لغلق مؤسسات ومحاولة يعني الضغط على ما سموه الراديكالية الإسلامية. إذا نحن يعني نتوقع مثل هذه الإجراءات التي قد تطول مدتها وقد تتكثف أيضا في الأيام القادمة. ما انعكاسات ذلك على المسلمين في فرنسا دكتور محمد؟ بطبع الانعكاسات هي بدرجة أولى هي جانب النفسي، يعني هناك ضغط نفسي على المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. كما ذكرتم في ريبورتاج أن هناك أغلب المسلمين هم مسالمين ويبحثون عن العيش المشترك مع هذه المجتمعات، ولكن مع الأسف يعني مثل هذه الحملات يعني لا تفيد يعني التعايش هذا بين المسلمين. فالانعكاسات هي كل هذا الشغل الذي تم منذ سنوات من أجل إيجاد هذا التعايش والتقارب ومحاولة الابتعاد عن كل ما هي آراء مسبقة وغيرها، هذا كأنها يعني هناك عودة إلى الوراء ويعني خسارة جهود كبرى من طرف خاصة المؤسسات الكبرى العاملة من أجل التقارب والتعايش المشترك. هذا الجانب النفسي مهم جدا، ضغط نفسي كبير على المسلمين عموما وخاصة على الفتيات المسلمات المحجبات. أيضا هناك خوف صحيح حقيقي من بعض يعني القيام بعض الأشخاص برد فعل على هذه الرد فعل، وقد حصلت يقال أن البارحة هناك من هجم على فتاتين محجبتين في حوالي في ضواحي في باريس قرب برج إيفل وتم الاعتداء عليهما بسكين. فإن صح ذلك فهناك أجواء يعني نفسية مخيفة، وهناك طبعا كما قلت جهود مكثفة من التعايش المشترك ذهبت تقريبا أدراج الرياح. طيب، كيف تقيم دكتور محمد تصريحات الرئيس الفرنسي الذي وصفها البعض بأنها تشكل استفزازا كبيرا للمسلمين؟ على كل سلطة أو يبدو أن الرئاسة يعني تقول أنه تم تشويه كلام الرئيس، وليس المقصود به أن يستهدف الإسلام كدين، وإنما كان يقصد بذلك واقع المسلمين الذين يعيشون أزمة. فهو يعني بطبع يعني وخاصة أن بعض القنوات التلفزية في الخارج ومؤسسة مثل الأزهر تحركت وردت الفعل، شيء طبيعي أن صورة فرنسا في الخارج تؤثر كثيرا على طبع الفرنسيين، يعني علاقتهم مع البلاد العربية، لا يعجبهم هذا الأجواء أو هذه الصورة بالنسبة لهم مشوهة. لكن فعلا هذه الفقرة أو هذه الجملة التي جاءت في تصريح
ماكرون يتكلم عن الانفصالية والانعزالية الإسلامية، جاءت قضية أن الإسلام يعيش أزمة في العالم. هذه الجملة تقريبا هي التي أخذت صدى كبير، وطبعا كل مسلم بالطبع يعني يشعر بإشكال أنه يعني يعجب عدم الخلط بين الإسلام وواقع المسلمين. نعم. هل المخاوف من أن ينعكس خطاب الرئيس الفرنسي على سلوك الرأي العام في فرنسا زيادة الكراهية ضد المسلمين؟ والله هو الخطاب يعني الناس الذين يعني أخذوا منه هذه الأجواء الآن هي قضية أن إشكال هو في قضية دائما التركيز على كلمة الإسلاميزم، يعني ما يسمى الإسلاموية، وأن هناك يعني توجه نحو ما يسمى مشروع يعني الإسلام السياسي، وأحيانا يسمى الإرهاب. هذه الكلمات المصطلحات التي هي تتكرر في الخطاب، وثم جاءت في توقيت يعني أيضا الناس كانوا يعني لإعداد يعني إعداد الرأي العام نحو قانون سيصدر يوم 9 ديسمبر كما تعلمون، حول ما يسمى تعزيز العلمانية الفرنسية. هناك رأي عام يعني عام يعني يعني متخمان هناك بالطبع، ومع الآلام بين التصريحات السياسية وبين يعني هذه الحملة الإعلامية التي بالطبع ترافقت مع الحادثة الأخيرة الأليمة، وهي الجريمة التي ارتكبت ضد هذا الأستاذ في تاريخ الجغرافيا. الأجواء عموما يعني الآن أظن أن هناك الجانب يغلب عليه البعد العاطفي أكثر من الجانب العقلاني في الرأي العام. الآن هناك حملة، وخاصة هذه الجريمة البشعة جعلت مع الأسف يعني أن قضية ارتبطت الإسلام بقضية العنف والإرهاب، وهذه الصورة التي هي تمثل إشكال. وتقريب أغلب الناس يعني الرأي العام أصبحت كأنها هي أصبحت مسألة طبيعية جدا، هذا الربط بين الإسلام والعنف. يعني هذه خطورة في المسألة، أن هناك يعني عبارة على تشكيل رأي عام نحو التخوف من هذا، كأنه الدين هذا الدين أجنبي. من ناحية كان يقال أن هذا الدين أجنبي، نحن مجتمعات مسيحية يهودية جيديو كريتيان. الآن أصبح هناك بعض جديد، هذا الدين ليس فقط أنه أتى به أجنبيون أجانب، وإنما هذا الإشكال أنه يحمل نوع من العنف في داخله. والدليل على ذلك بالطبع يقدمون ما هذه الأحداث مع الأسف التي يقوم التي نعم. تحدث من طيب إرهابية. نعم. دكتور محمد، أيضا يعني ما هي شكل الضغوطات التي ستتعرض لها المؤسسات الإسلامية؟ بعض المعلومات ذكرت بأنه سيتم إجبار الجمعيات التي ترغب بالحصول على دعم من قبل الحكومة التوقيع على بعض البنود، منها على علمانية الدولة. فلو تضعنا في صورة هذا الشكل الجديد ربما للضغوطات التي ستمارس. لكن هو كلها الآن إجراءات لم تتوضح بعد، يعني كنا كما قلنا لمرحلة مشاورات، ومن أجل كما قلنا إعداد قانون سيصدر يوم 9 ديسمبر هو الذي فعلا سيحدد شكل هذا الإجراءات. الموضوع. لكن في انتظار ذلك هناك قرار من وزارة الداخلية أنها تقول سنغلق كل مؤسسة وكل جمعية وكل من يدعم الإرهاب أو من يدعو إلى الكراهية، وهي كلمة عامة يعني كل المؤسسات. وتم فعلا غلق مسجد أخيرا في منطقة في ضواحي باريس اسمه بونتان، أغلق هذا المسجد اليوم، سيغلق اليوم لمدة 6 أشهر، لأن هذا المسجد صاحب هذا المسجد يعني نشر فيديو فيه نقدا لهذا الأستاذ الذي قام بنشر الكاريكاتير. فإذا تم إغلاق هذا المسجد لمدة 6 أشهر، وبدأت أيضا الهجمات في البيوت على بعض بيوت الأئمة. ولكن لا ندري بالضبط ماذا سيحصل فيما بعد، يعني هناك غموض، ويعني هناك تخوف فعلا من المؤسسات صحيح. الإسلامية، يعني أننا تحت شعار هذا تدعو إلى الكراهية، ويعني كلمة عامة جدا، ويعني ممكن كلمة تؤول وممكن تصريح يؤول خطب الجمعة. الأئمة أصبحوا يعني أيضا يعني يتشاورون فيما بينهم حول قضية نوعية الخطاب، لأن هناك أجواء عامة طبعا يعني من الترقب ومن التخوف يعني من طرف شكرا المؤسسات جزيلا الإسلامية.